لمعرفة حيثيات معركة صحراء الأنبار ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة بغداد العميد يحيى رسول، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة. عميد يحيى، مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. بعد تحرير قضاء روى بالكامل من احتلال داعش، كيف تصفون حجم معركة صحراء الأنبار للقضاء على فلول داعش المتبقية هناك من الناحية العسكرية اللوجستية، أيضا تأثير جغرافية الصحراء على سير المعركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم الكرام. بعد أن حققت قطاعاتنا المشتركة النصر بتطهير آخر معقل كان يتواجد فيه عناصر التنظيم الإرهابي في مناطق شمال نهر الفرات في قضاء راوة، كان الخيارات موجودة أمام قيادة العمليات المشتركة، وحسب المعلومات الاستخباراتية التي لدينا أن هناك انهزام وفرار لعناصر التنظيم الإرهابي باتجاه مناطق عمق الصحراء. هذا وضع خطة عملية مشتركة، ستكون هذه الخطة هي الاندفاع والتقدم باتجاه تحرير وتأخير مناطق الصحراوية المتمثلة بصحراء صلاح الدين والأنبار وكذلك نينوى. وهذه المرحلة القادمة تتكون من صفحات القتال ستشترك فيها القطاعات المشتركة العراقية مسنودة بالغطاء الجوي العراقي وكذلك طيران التحالف الدولي من عدة محاور، وسنستمر بالتقدم ونطأ كل المناطق الصحراوية. لدينا كل الجهد الاستخباراتي والمعلومات الاستخباراتية، أيضا هناك ضربات مستمرة باستهداف مقرات تواجد هذا التنظيم الإرهابي وملاذاته الآمنة التي يعتقد أنه القطاعات لن تدخل المناطق الصحراوية. المعلومات التي لدينا، هناك يعني مخابئ، هناك أوكار، هناك جحور يخترق بها عناصر التنظيم الإرهابي. هذا المهمة الأساسية هي أن نمسك الحدود ونؤمن الحدود بشكل تام، لكن قبل الحدود بعد أن حررنا كل المناطق لابد أن نطأ المناطق الصحراوية وأن ننظف هذه المناطق من بقايا عناصر. عميد يحيى، تكتمل هذه العملية. نعم، أذرني على المقاطعة، هل لديكم أعداد تقريبية لأفراد داعش المتبقين داخل الصحراء الآن، وما توقعاتكم لحجم تسليحهم بعد الهزائم الكبيرة التي منيوا بها؟ أنا يعني المعلومات التي لدينا هم ليس بالأعداد الكبيرة، وإنما حلول استطاعوا من الهروب في المعارك التي خاضتها قطاعاتنا، كان انتفاعهم وهروبهم للأراضي السورية منذ فترة، لكن ما تبقى بدأوا بالهروب باتجاه عمق الصحراء. هناك وديان عميقة، وديان تربط العراق بسوريا مثل وادي القذف ووادي حوران. هذه الوديان لدينا معلومات ومعلومات مؤكدة أنه يتواجد فيها حدود عناصر التنظيم الإرهابي. من المهم أن نقضي على هؤلاء الإرهابيين في هذه المناطق. الغاية منه أنه لا نسمح لهذا التنظيم الإرهابي بالعودة مرة ثانية والتأثير باتجاه المواطنين والمدن. لكن المهمة الأساسية بعد عمليات التنظيف والتطهير هو أن تصل قطاعاتنا إلى الحدود السورية العراقية وأن تمسك هذه الحدود، وأيضا وضعنا خطة محكمة تكون عمليات مسك الحدود من قبل قوات الحدود العراقية تساندها وتشارك معها قطاعات الجيش العراقي، إضافة إلى التحصينات التي ستجري على الحدود، إضافة إلى إدخال التكنولوجيا وأيضا أبراج المراقبة وساحات الرمي والجهد، كذلك طيران الجيش العراقي تابعت الحدود العراقية لمنع تسلل الإرهابيين مرة ثانية. في أقل دقيقة من الوقت عميد يحيى، في ظل كل هذه المعطيات، هل من سقف زمني متوقع للمعركة، وهل ما يزال دور أبناء عشائر الأنبار مهم الآن في المعركة كونهم على علم بجغرافية المنطقة؟ أكيد، يعني أولا خلال شاشتكم أنا أحيي أبناء العشائر الشرفاء الوصلاء في مناطق الأنبار وغرب الأنبار، ودورهم أساسي وهم سيشتركون معنا بعمليات التطهير، كونهم يعني يخبؤون ويعرفون أماكن دقيقة لعمق الصحراء والمناطق الصحراوية، ولهذا مشاركتهم ستكون أساسية بمعركة تطهير المناطق الصحراوية. وأطمن الجميع أنه الأيام القريبة القادمة ستشرع قطاعاتنا التقدم باتجاه تطهير المناطق الصحراوية ووصولا إن شاء الله بصفحات المعركة للحدود السورية العراقية ومسكها بقوة. شكرا جزيلا لك، حدثنا عبر الهاتف من العاصمة العراقية بغداد العميد يحيى رسول، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة.